يعني اليوم الساعه 12 صار حادث بالمنظومه الكهربائيه. هذا الحادث ادى الى انفصال يعني محافظه البصره وجزء من محافظه ميسان. هذا الحادث صار يعني نتيجه تاثر خروج بعض الوحدات التوليديه داخل محطه الرميله، وادى الى يعني انفصال بخطوط ال 400. الحمد لله احنا يعني ما سبب ضرر كبير بالشبكه، وحاليا احنا في مركز السيطره يعني خلال الساعتين الاولى قدرنا نعيد كل الشبكه للعمل. حاليا يعني بقت الجزء حدود ال 500 ميجا من محافظه البصره على حولناها على الخط الايراني، وحاليا احنا وصلنا التغذيه لكل محطات توليد بالمحافظة. ننتظر إن شاء الله تدريجيا صعود الوحدات التوليدية بالعمل حتى ينعاد تدريجي تغذية كل المناطق بالطاقة الكهربائية. الحمد لله ويا الإعادات يعني جميع الخطوط ما بها مشكلة إن شاء الله. شكرا، إحنا بنقدر إحنا ندرس يعني نحلل الحادث ونشوف شلون حتى بعد ما يتكرر مرة الثانية إن شاء الله. ما ضررت الشبكة، الوضع طبيعي، نتأمل إنه إن شاء الله خلال ساعتين بس يرجع التوليد يصعد ان شاء الله. ربطناه تقريبا كل الوحدات التوليديه وصلنا لها تغذيه، بس بمجرد انه تصعد الوحدات التوليديه للعمل يرجع الوضع الطبيعي كما كان.